أنا بنات، أنا عند دكتور دي الأسنان. أنتم عارفين عندي عقدة من أسناني كتير، خايبين بشعين كتير، عندي كتير كبار. أوكي بوينو، الدكتور يوسف هو اللي غادي يظبط لي السمايل تاعي. أنا بدور فوقانيين، أنا خايفة كتير. كان خاف من دكتور دي الأسنان، ما كان حبوش. تفضل. هلو دكتور، how ألو، are you؟ جود كي ار يو؟ والله بالصح، والله العظيم. هنا ها هو سنيناتي، عقله على سنيناتي كي كينين. اوكي ¿Qué tal estáis? Bueno, me voy a empezar a hacer los dientes, ¿vale? Porque sabéis que mis dientes son feísimos y los tengo hechos porque yo no tengo colmillo, ¿vale? Y no me gusta porque se me nota la boca muy grande y los dientes grandísimos. Estoy con el doctor Yusen, se llama Yusen, el que me va a hacer los dientes. Estamos empezando. Yo me voy a hacer IMAX, que son los dientes más caros, ¿vale? La parte de arriba vamos a empezar. Y tengo un miedo, un pánico increíble. Pero vamos a empezar. Acordarse de mi diente. Bueno, interna anestesia en la parte de arriba, parte de abajo. Ay, qué duele. Ay, Dios mío. صار ونابات، عرفت شو تساوي؟ تعرفنا شكل الناس عشان يجي ينام. فقط يعيش الموبايل معلم. انا البطل معلش، قدرت والله ما عرفت حقك علي، والله ما عرفت. ما يسأل الله. بنات ما تضحكش عليا. تحبي الاسنان الصغار الكبار؟ ايه احسن اسنانك صغار. ايه اوه بنات، انا شفت نظره شويه. بس غادي ندير ايماكس. ايماكس احسن من زيركونيا. كده رانا سيانا دونك مين غادي يدير بروفيزوار انا ريكا. غادي غادي يحسب لي العصب، ولكن مع حنايا صايمين تعبت عيد. اوكي معنا دكتور يوسف اكيد غادي يعمل لي بروفيزوار معقد، بس ما يكونش هاد المنظر جميل كتير. فهمتوني؟ ايوا غادي تشوفوا، غادي يدير ليا، غادي نخليه هو يحكي معاكم يفسر لكم شنو غادي يسوي ليا. اينا هو افضل ليا الاي ماكس. اي ماكس هو دي كواليتي كتير منيحة و شفافين بحال الحرس تاني التحتانيين. غادي نبدا الفوقانيين، من بعد غادي ندير التحتانيين مع رمضان. شي صعيب ديريهم كاملين دقة واحدة، ما حنايا صايمين. ايوا هادشي اللي كاين دابا. قولي لي من هنا 3 ايام ممكن يوسف؟ يومين ولا 3 ايام تركب لي اياهم ان شاء الله. وينه ان شاء الله ده اللي يبنيه. شو انا ما بغيش هذا المنظر. شوفوا مره كين عادي كنفسر لكم كيفاش غادي يوصل. دابا غادي نخليو بكره تخدير، وغادي نوريكم ستيب فور ستيب كل لحظات اللي بسوي لي اسناني. ومن بعد ملي خلص نعطيه يحكي معاكم اكيد، بس يفسر لكم اكثر احسن مني. انا ماشي دكتور اسنان بنات، انا مع الدكتور يوسف نكملوا حصصات ديالنا دي لهاد السنين. هاد الزوينين هادو بروفيزوار، شفتو انا ماشي صحيحين ديالي اللي كانوا. اوكي بوينو، غادي نكملوا السمايل، غادي نصوبها ل10 الفوق. ياك دكتور يوسف؟ مظبوط هالكلام صح. انا ولي دكتورة اسنان والله. والله يوسف والله كنت خاصني نكون دكتورة اسنان. شو؟ بصراحة كنت نولي دكتورة اسنان. ايه انت تكوني دكتورة اسنان؟ ايه تطلعي احسن دكتورة. كلهم خرب لهم سنانهم باش يبقاوش يجيو. شحال من واحد نقص لي رسالة وعلاش كيحكي بزاف. ما علينا، حنا غادي نكملو وانتوما معانا. هاكي شتا دكتور؟ هولا
اهلا وسهلا دكتور، كيفك وينك اليوم؟ اليوم نهار مميز، كلكم تسناو هاد اللحظة هذا بشي دياولي. دونك هو اللي غادي يظبط ليا، ودابا غادي نشوفو سناني الحقيقيين كي ولا خايفة مبسوطة، كلشي تخربق ليا، ولكن حنا غادي نفسرو. غادي يفسر ليا دكتور يوسف، غادي تفسر لينا الفرق ما بين زيركونيوم وإي ماكس الماتيريال. تمام، الإي ماكس هي مادة نفسها، مادة الإي ماكس الإمبريس. تجي مادة وزنها خفيف، شفافيتها عالية، والحيوية تبعيتها عالية. الزيركون بيجي كتيم، عبارة يعني مادة كتيمة، فيها جمالية فيها حيوية بس وزنها أكثر. تجي كتيمة فيها حيوية بس مو مثل حيوية الإي ماكس. أوكي. وحتى ألصاق المادة، ألصاق مادة الإي ماكس هي عبارة عن مواد، عبارة عن ثلاث مواد بنحطهم على السن لنلصق لنلصق الإي ماكس. أما الزيركون يعتبر عن عبارة عن مزج مادة بنحطها جوات السن بنلصق السن، عبارة عن تثبيت بلاصق سمنت. أما الإي ماكس، الأسنان الإي ماكس عبارة عن لاصق إلصاق مادة اسمها ريزين سمنت، يعني عبارة عن ليزر. ثانية دكتور، بدك أنت شنو كتنصح على حسب الجمعية؟ على ما كل مريض محسن نسوي له اي ماكس، وما كل مريض محسن نسوي له زيركون. شنو هي الحالات اللي بستعمل الاي ماكس، وشنو هو الحالات اللي بستعمل زيركون؟ مثلا الاي ماكس حصرا يستخدم لاسنان سليمه فيها مشاكل بسيطه، مثلا تراكب اسنان، مثلا فيها اسنان مزدحمه، اسنان مثلا شكلها مزعج، ممكن واحد يعدلهم بالاي ماكس، لانه الاي ماكس ماده جدا حيويه وجدا مناسبه، والتحضير وقت نبرد السن نبرد كميه قليله. هلا الزيركون بنستخدمه حالات في تهدم كبير بالسن، او مثلا مريض عنده بريكسموس، عنده صرير يعني، فيفضل حالات مثلا هدول الحالات، او التهدم كبير للسن، سن مكسور، سن منخور بحجم كبير، فيفضل حالات الزيركون لانه يكون متين اكثر كما تعني. فهمتوا؟ يلا شكرا دكتور. بونو غادي نكملو، غادي تشوفوني انايا كي غادي نولي. بونو صوبت 10 الفوق وما صوبت التحتانيين، ملي غادي نرجع عاوتاني غادي نكمل التحتانيين. هاد التحتانيين ما عنديش مشاكل، عندي مشكيله الفوق، راه هادو كانوا مثل قبل. الحقيقيين غادي نشوفهم دابا، وما بديش صدمه قويه، بدي نفرح نستاهل نفرح. وحنايا انتم معايا في الفرحتي ديال اسناني الجديدين ان شاء الله. وينو البنات برجو 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 غادي نركبهم دا، عرفتي؟ اوف 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 كيفاش كيقولوا لها، متوتره مخلوعه كي غادي يصار. ما مخلوعه صراحه، صار مزيانه، هادي كانوا خايبين اصلا. دونك من بعد غادي نصوبوا هادو تحتانيين، من بعد ملي نجي عنديش مشاكل بزاف. بونو نتوما معنا في البروسيس كله. بونو هاوما سنيناتي غنوريكم. هذا الإي ماكس. تمام، هلا نحن عم نعمل لهم تخريج بحمض الفلور الهيدروجين. أول شي بنخرجهم هي. شو أسناني شو اسناني هذا وما الاي ماكس، الاي ماكس شفتو دكتور دابا تتساوي؟ عم نعمل لهم، نحط لهم مخرج مشان يجي اللاصق يثبت منيح. صراحه تغيير. هلا نحن خطوه خطوه عم نعمل، هي اول مرحله عم نخرجهم بحمض فلور الهيدروجين. المرحله الثانيه مرجيكم شو بدنا نعمل. شكرا. والله كنت نكون دكتورة أسنان. لازم والله مرة جاية إن شاء الله. والله دكتور يوسف جننته على الآخر، كنقول لي هذا معجبونيش، هذا كبير هذا صغير، ما بغيتش أسناني يكونوا صغار، ما بغيتش أسناني يكونوا كبار. صديته تهتم فيهم كتير. أهلا. 400 إيه؟ يعني انا ما بعرف اشتغل، ايش اشتغل معه.
كده شلون صار اسناني. اشرب ايدي. طيب ايش ابو صغار؟ اب نص اسنانك هذوك. ايه والله شنو شنو اسنانك لسه هلا من لونهم هذول؟ هذول؟ هذول لسه ما اسنانك؟ انا اسناني يعني شلون ما اسنانك؟ يعني لسه ما اخذوا لونهم؟ آه. لسه ما حطيت اللاصق، راح ياخذوا لونهم من اللاصق لسه. فهمتي علي؟ والله تغيير تغيير 100%، بس انت عم تعصبيني منك لانه يعني هلكتيني والله هلكتيني. يلا هلا بسامحك، بس خليني اخلص. ايداتشي كاسمي زيانتس. سكري اشوف اذا في شيء عالي. سكري 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 تمك. في شيء عالي؟ في تغيرت والله. طبعا لسه ما تشوفين على الضوء وتحطي روج في شلون هلا فتحت شوي. شو سنيناتي؟ اي ما احلى انه بنجد يا ماما كان حس بتشي حاجه ليش على الضبطه. غيرتيني اياه والله عزبت على بتشي حل الساعه والله يتهدين من ريكم. شحال الساعه؟ شو 12؟ مخربوا 12 ديال الليل. ما في مثلك يا دكتور وخمد انت. 12 بالليل 12 بشهر. عرفتي هو عنده سنينات غزالين. شوف تبارك الله ما شاء الله. قلت لي صوب لي بحالو، صوب لي الفوقانيين علاش ما نقدرش وانا صايمه نصوب التحتانيين ملي نرجع غتكمل ليا يا. شكرا دكتور. مرحبا بكم عندنا. هادشي غادي نقول لكم. باي باي.